أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب في التفسير تنصحون به طالب العلم؟ والله كتب التفسير كثيرة، طالب العلم يبدأ بالمختصرات، التفاسير المختصرة أولا، ولا بد أنه يقرأها على عالم من أجل أنه يوضحها ويبين ربما بعض التفاسير المختصرة فيها أخطاء ينبهه عليها، لا بد من عالم.